اليوم أريد أسولف وياكم عن الظليات. الظليات طبعا عندنا أربع مصادر للإنتاج مالتهن. المصدر الأول الهولندي، المصدر الثاني التركي، المصدر الثالث الإيراني، المصدر الرابع إنتاج كركوك، إنتاج مشتل محمد. وشلون أعرف هاي النباتات من يا إنتاج، من إنتاج هولندي لو إنتاج تركي لو إنتاج إنتاج كركوك لو إنتاج إيراني؟ نعرفها من السندانة. أول شيء راح نبدأ بالإنتاج الهولندي. الإنتاج الهولندي دائما يجي بالسندانة موجود علم الاتحاد الأوروبي، مثل ما تشوفون هذا العلم أبو النجوم، هذا علم الاتحاد الأوروبي. دائما تجي هذه الشتلات إنتاج هولندي، مرات تجي بدون أكياس مثل هذه هسه، ومرات تجي بأكياس تغليف اللي هي مثل هاي السبارتي، همين بيها علم الاتحاد الأوروبي هذا وياه، وهذا الكيس مالتها بشكل كلش حلو. هذا الإنتاج الهولندي. نجي للإنتاج التركي. الإنتاج التركي مرات تجينا بسندانة سودة، مرات تجينا بسندانة حمراء مثل هاي. طبعا هسه هاي هم إنتاج هولندي شوفوها، بس مرات هم يجي إنتاج تركي بسندانة حمراء. الفرق ما بين الإنتاج التركي والإنتاج الهولندي، السندانة ما يجي بيها علم الاتحاد الأوروبي، والتربة مالتها تجي الإنتاج التركي بيت موس، أو إذا كانت مثلا جلد النمر يجي همين تربة مالتها كوكو بيت. فالفرق ما بين الإنتاج التركي والإنتاج الهولندي فرق فقط العلم مال الاتحاد الأوروبي، ما موجود بالشتلات التركية. خلصنا من عدهن. نجي للإنتاج مال مشتل محمد، إنتاج كركوك. هم يجي الإنتاج مالته بيت موس، الأكثر مال النباتات بالبيت موس. بس شلون يجي؟ يجي أما سندانة مثل هاي السندانة الإيرانية اللي تشوفوها، هاي سندانة إيرانية مثل ما معروف نكاثر بها مثلا النباتات الموجودة عندنا. التربة مالتها بيت موس والشتلة حلوة ونشطة. هذا النوعية الأولى من السنادين اللي يجي بها إنتاج مشتل محمد. النوعية الثانية من السنادين همين خاصة بمشتل محمد، حتى بالإنتاج التركي ما تجي هاي السندانة، بس أراويكم إياها اللي هي هاي. شوفون هاي النقشة اللي موجودة بالسندانة، هاي دائما تجي من إنتاج مشتل محمد. هاي السندانة هاي النقشة مالتها، ألوان يعني مو شرط تجي لون أبيض. هسه عرفنا ذني ثلاث أنواع. نجي للإنتاج الإيراني. شلون نعرف الإنتاج الإيراني؟ هذا هسه عدي اللبلاب إنتاج إيراني، سواء هذا التعليق مثل ما تشوفون أو هذا العمودي. التربة مالته أما تجي مثلا قشور مال مثلا سبوس، أو قشور مال مكسرات مثل هذا الفستق الفول السوداني شوفون، أو يجي برلايت، أو يجي بيت موس. بس السندانة مالته مثل ما تشوفون هاي السندانة العظم، احنا نسميها سندانة قوية. هاي السندانة مالته هذا نوعية التربة مالته تجي جيدة شوفون. هاي النوعية الثانية التربة مالته أكثر هتجي عبارة عن أوراق مال أشجار، وهم السندانة مالتها عظم. هذين الأربع نوعيات من الظليات، الفرق ما بينهن شكل السندانة والتربة المستخدمة بيها. فما تريدون تروحون تشترون نباتات، شوفوا السندانة شلون شكلها وشو نوع التربة اللي بيها موجودة، حتى تعرفون هذا الإنتاج أما هولندي أو تركي أو إنتاج عراقي مال مشتري محمد أو إنتاج إيراني. تبقى عندنا بعض النباتات مثلا يكاثروها عندنا بالمشاتل مالتنا، هنا دائما تجي التربة مالتها زميج، وهاي معروفة قبل تعرفوها ما يحتاج لها شرح نهائيا.